مرحبا، اليوم حبيت أعملكم خبز البالون، كتير سهل وطعمه طيب. يلا نشوف الطريقة. عندي هون 2 كوب من الطحين، أضفت عليهم معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الزيت، ومعلقة صغيرة ملح، وعجنتهم بكوب حليب سائل دافي. وهون بعد ما عجنتها تركتها ترتاح لمدة ساعة. بعد ساعة هذا شكل العجين عندي، قسمتها لكرات صغيرة وغمست كل كرة بالحليب وبعدين بالسمسم وفردتها. طبعا الفرد بده يكون على الخفيف، ورح أقسمها لأربع أقسام حتى يكون عندي شكل مثلثات. بعد ما خلصت عمل كل العجين نزلتهم على النار وقليتهم بهذا الشكل. هم ما بياخدوا وقت كثير على النار مثل ما أنتوا شايفين، بدكم تضلوا تقلبوهم مثل هيك. بصراحة بنصحكم إنه تجربوها، كتير طيبة وسهلة وسريعة. طبعا هاي الكمية اللي عملت عندي ما شاء الله كمية وفيرة، تعملوها سندويش، تعملوها مثل ما أنتوا بدكم. صحتين وهنا يا رب.